يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يلقب أهل السنة أو أهل هذه البلاد بلقب الوهابية حتى ينفروا الناس عنهم، فما الرأي في هذا اللقب وهل هو صحيح؟ اسألوه عن الوهابية، هل يلقبهم وهابية؟ يقولوا وش معنى الوهابية؟ فإن قال إنها الدعوة إلى الله كما هو الواقع، دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله، فهذا هو المطلوب، سواء سميتها وهابية أو سميتها، المهم أن هذا أنه لا يضر، هذا سمهم وهابية أو سمهم ما تسميهم. أما إن قال الوهابية إنها معناها أنهم خوارج وأنهم يكفرون المسلمين، قل له هات لي دليل على ما تقول إنهم يكفرون المسلمين وأنهم خوارج، هات لي دليل واضح يثبت ما تقول. فإذا إنك أصدرت عليه هذه الأسئلة فلا بد أن يتلعثم، أن يتحير، لأنه كذاب ما عنده شيء. نعم.